ما شاء الله ما شاء الله شعبيه كبيره صاير في العالم. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه اخوي جهاد. ابراهيم جايب لي هدايا والله كثير يا اخي. هدايا بسيطه. شوف خليني اقول لك على الهدايا. يلا اخوان الحمد لله الحين وصلنا سوق المجاهدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب المتابعين، كيف حالكم؟ إن شاء الله أنكم تكونوا بخير. أول شيء جماعة الخير صلوا على الحبيب، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. ثانيا أعطونا أحلى لايك وأحلى سبسكرايب. طيب يا جماعة الخير، اليوم تخيلوا إيش اللي قاعد يصير. اليوم أخونا جو حطاب، جهاد حطاب يا أخوان، جاي لأفغانستان للمرة الثانية. طبعا آخر مرة لما جاء كان في وقت الحكومة السابقة، واليوم جاي في وقت الحكومة الحالية. فكل شيء سبحان الله تغير في أفغانستان من يوم ما جاء جو حطاب لآخر مرة الى هذا اليوم. يعني تخيلوا حكومة تغيرت، الدولة قوانينها تغيرت، اشياء كثيرة اخوان. ونحن الان رايحين على المطار عشان نستقبل اخونا جو حطاب. فقلت خليني اصور لكم كذا فيديو كيف نستقبله. طبعا هذا الاستقبال حيكون استقبال غير، وخصوصا هو يكون استقبال يعني من الحكومة. وان شاء الله نحن رايحين المطار اليوم راح نستقبل اخونا جو حطاب، انا وايضا حكومة افغانستان الامارة الاسلامية اخوان. كلنا رايحين المطار وكلنا راح نستقبل اخونا جهاد. فحياك الله اخونا جهاد في افغانستان، وحياكم الله انتم كمان اذا تجوا افغانستان. هذا الفيديو حيكون عفوي جدا يا اخوان، ما في عليه تعديلات كثيره، كانكم معانا. بس يلا ننطلق المطار. يلا دحين متوجهين للمطار مع اخونا لولو ملك. السلام عليكم. سلام. يلا ان شاء الله المطار ده جو حطاب. ها جاي ان شاء الله. يلا بس جو حطاب. يلا بسم الله. هذا الفي اي بي يا اخوان حق مطار كابل الدولي. ما شاء الله ما شاء الله شعبيه كبيره صاير في العالم. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه اخوي جهاد. شو التغيير الجميل. نورتنا والله. حياك الله. ايش طياره نورتنا والله اخوي جهاد. حبيبي والله بوجودك. تسلم تسلم. تفضل. شو اخبارك؟ تفضل. يا الهي شو الصوت؟ صوت الطياره. هاي السياره معنا. ايوه هذه السياره في خدمتك ان شاء الله لين ما تطلع من افغانستان. شو الوضع؟ شو متطورين. تفضل تغير. تفضل قدام قدام قدام. كمان اطلع قدام. يلا تعال. اخوان في المطار يبغى يصور على طول ما شاء الله. يلا جينا يا اخوان نطير الدرون في وسط الشارع. انا ما سويته يا اخوان. انت اول واحد اخويا جهاد طير الدرون في هذا المكان. مستحيل برو. خذها مني احلامي. خذها مني. انا قبل سنتين ما قدرت اطير على فكره. مستحيل. شفت المعاناه قد كيف كانت في المزار صح؟ عصر طالبان بقدر اطير. واو هي المسجد الاقصى كمان اخويا جهاد. كيف جبتوه لهون؟ ها؟ نحن مع اخواننا في فلسطين عشان كذا. بس هذا جديد ها؟ ما كان موجود. لا هذا جديد قلبا وقالبا معاهم عشان كذا. كيف اللقطات اخويا جهاد؟ والله من الخيال برو. انا كان حلمي اطير درون في افغانستان. ها شكرا 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 طالبان والله. ليك تشكر طالبان. شكرا لحمد والله شكرا. شوف شوف اللقطه يا اخوان لسه ما رحنا البيت ما رحنا الفندق على طول طيرنا الدرون اخذنا لقطات ومقابله خفيفه في الطريق يا اخوان. والله الواحد لازم يتعلم كيف يصير صانع محتوى من اخونا جو. هذا هو الصح. كيف الحركه سريعه والله حلوه. يا هلا والله بحبايب المتابعين. اليوم الثاني اخوان. امس جاء اخونا جهاد كنا تعبانين وصورنا اخذنا لقطات كذا بالدرون ورحنا تعشينا اكل خفيف كذا ورجعنا وسواليف سواليف وبعدين احلى نومه. فاليوم ان شاء الله بتكون عندنا فعاليات غير 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 اخوان مع اخونا جهاد في كابول يا اخوان. فان شاء الله دحين رايحين تحت نفطر. طبعا هذا الفندق يا اخوان مره فخم، افخم فندق في افغانستان تقريبا. يقولوا هذا فندق 5 نجوم بس في بعض الاشياء منقصينها فصار 4 نجوم. فهمتوا كيف؟ والليله الواحده في هذا الفندق 85 دولار. الفندق هذا قريب جدا من السفاره الايرانيه زي ما تشوفوا تحت. فحجزنا غرفتين، غرفة لي وغرفة لأخويا جهاد قدامي مباشرة. فالآن بروح عند أخويا جهاد وكلنا ننزل تحت نفطر فطور الفندق ونشوف كيف الفطور إيش عندهم. يا أخوان أنا فجأة قررت أنزل، أخويا جهاد قال لي روح شوف إذا فطورهم مرة قوي صور لي. اسم الفندق يا أخوان كابل ستار. لوحدي أنا اليوم ما في عزوز يا أخوان، عزوز كانت عنده شوية مشاكل وظروف وهذا فما قدر يجي معايا. المهم إني أنا جيت ونحاول قد ما نقدر نقوم بالواجب. وصلنا. يلا بسم الله. ما شاء الله هذا المطعم يا اخوان. المهم يا اخوان زي ما نشوف هذا هو الفطور
وهنا كمان في اشياء ثانيه، فاحتمال كبير اخوي جهاد ما حيجي، انا لوحدي اللي حفطر في الفندق، لانه قال لي روح صور اذا في اشياء حلوه وجهي غير كذا لا. وصورت صراحه مو كل الاشياء حلوه بصراحه، صح انه 5 ستار وكذا بس مو كل الاشياء حلوه. انا ابغى البيض، ناخذ شويه بس. ناخذ كم حبه خبز كذا، حبتين. ناخذ شويه زيتون، الزيتون مفيد اصلا. باقي شويه بطاطس، كذا يا اخوان صار فطورنا جاهز، ونروح نقعد في مكان كذا ونعطيها احلى فطور. خليني اختار كذا مكان حلو نروح هناك اخر شيء عشان يكون في شمس، يكون التصوير احلى. حياكم الله يا جماعه، هذا فطورنا البسيط في مطعم الفندق، جميل جدا صح. اوه طاحت الزيتونه. البطاطس ناشف. هذا هو فطورنا الخفيف مع هذا الجو الرائع. قلت لهم جيبوا لي حليب حار مع الفطور يكون حلو، جاب الحليب اخوان، تشكر. هذه الكاسة، وعاد هنا السكر، سكر خفيف احسن. وهذا الحليب، يا سلام، فطور خفيف ولطيف وجميل. بس اكل يا اخوان ونكمل جولتنا. اخيرا يا مرحبا اخونا جيال مرة ثانية، صباح النور. نعوضها سنروح نشرب قهوة بإذن الله. أبشر نبدأ اليوم. بس قبل أن نروح نبدأ القهوة، هذا حقك علينا كثير، ولكن سوينا اللي قدرنا عليه حتى لو كان شيء بسيط كذا يعني على قد الحال، فأتمنى يعني تقبلها. أبد ما قصرت يعني، حتى جيتك على المطار والله غالي علينا والله. شكرا. والله أنت أخ، والمفروض طيارة لين فندق، بس هذا اللي قدر. في آي بي مبارح سيارة بتيجي تأخذني بالطيارة. لازم 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 أخوي جهاد، هذا أقل شيء يمكن نسوي لك. أوكي إبراهيم جايب لي هدايا، والله كثير يا أخي. هدايا بسيطة. شوف خليني أقول لك على الهدايا. هذا هنا، هذا لبس أفغاني خاص لك. أوه أنا هذا بدي أصلاً التصوير. لبسين، واحد أسود واحد أبيض، قلنا عشان ممكن تغير كل فيديو وشيء زي كذا. يا مرحبا. لبس طالبان ها؟ لبس كل الأفغان. وهنا فكول. أوكي أوكي، هاي المحتاج أنا أصلاً. ما بشرت شعري عشان هيك. أخوي زياد هذا مع الأسود وهذا مع الأبيض. أوكي. اثنين. أنا وقوة هاي. إيش رأيك؟ هذا كمان قوة. والله حلوة. أوه. لا كذا. دقيقة. ايوه كذا كذا تلبس. شوف ما شاء الله تبارك الله. مع اللون اسود ها؟ مع اللون الاسود. لازم تلبس هذا اليوم. يلا. هنا كمان في شال افغاني. هذا الشال تلبسه برضه مع شو اسمه هذا. حقق احلامنا. هذا الشال بس شال بسيط، هذا شال افغاني. تلبسه مع ليو. هذا شال افغاني برضه. والله الوانه حلو، طلع نفس لون التيشيرت. ايوه. في شالات ثانيه بس انا قلت هذا يطلع افخم في الفيلم. هذا مع الاسود هيك نحط هيك ها، مع الاسود مع الابيض كله يجي كله قويه من هاي. هذا تخيل هذا ايش؟ موز؟ لا هذا تين. تين بري؟ هذا تين من قندهار. تخيل. شوف شوف يا اخوان، تين هذا تين قندهاري وحق هذا السنه طبعا. كيف بتاكل طيب؟ هم إيه؟ لا ممكن تاخذ كذا حبه زي أكلها؟ كلها تين من قندهار هذا. إيه. خطير جدا. تين مجفف. واو. واو. هذا ممكن. بسم الله. بعدين تأخذه معك وتأكل هنا كيفك. لا مطار زي هيك كل مشجوع. حبيبي. طيب. والله ما في داعي يا أخي. هذا العسل يا إخوان من بدخشان. عسل طبيعي ما فيه أي شيء زيادة ومية في المية. هذا شيء بسيط يعني. وهذا كمان يا إخوان عسل، هذا من كونر، هذا السدر، السدر الأصلي. أشياء بسيطة من أفغانستان لك. مو هدايا يعني كذا، بس هدايا يعني ممكن. لا لا والله غالي علي، بالعكس أشياء هاي بالنسبة لي بحتفظ فيها، بقدر أحط عندي في البيت زي هاي، بقدر اعلقها. هنا فيهم ان شاء الله يا رب. بس هذه الهدايا البسيطه.
يسلم ايديك برو. سامحني والله. لا بالعكس والله برو، يسلم ايديك ما قصر. لسه في شيء ثاني كمان. برو خلاص اسمع. لا في واحد في الكاميرا خلاص. خلاص. يا اخوان منظر رهيب. مهيب. بالله كيف كان المنظر حق اللحم؟ قاعد تشوف بتشوف قبة الصخرة من القدس. الله. الله يعين اهالينا في غزة يا اخوان وفي فلسطين والله العظيم. ان شاء الله. لا العكس لا كذا كذا ننزل كذا الله يجزاك خير يا جاب والله زاكي هذا يسلم ايديكم بالعافيه عليك الحين يا اخوان تكمل تصوير اخوي جاب اليوم متحمس ان شاء الله اكيد اكيد فروح. ان شاء الله باذن الله اليوم راح نكمل فيديوهات امس باذن الله شوفوا يا اخوان مين جانا عنابي حياك الله اخبارك عساك طيب والله بخير يا رب لك الحمد والشكر تعرفوا يا اخوان عنابي ايش قال انا اخوي جهاد حلمي 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 كنت اني اشوفه بالطبيعه والله احراج يا اخي انت بس والله شكرا متابعين اقول لك اول باول اول ما ينزل لقطه في يوتيوب على طول لقطه او مقطع ايه طيب ايش قلت لقطه طولي صاحي من النوم متوتر اسمع وين كنت عايش في السعودية؟ مكة ما شاء الله مكة العتيبية ما شاء الله لهجتها قوية لهجة مكاوية غربية هي طيب يلا اطلع معنا بالفيديو اكيد دو ات مبسوط ها؟ مبسوط صار احمر يا اخوان اول مرة اشوفه كده يقلب طماطم لا خلينا نضرب شوي عبرني عن شعورك يا شيخ والله اني مبسوط والله اني مبسوط بلقائكم بلقاء جو حطاب اخونا كمان والله سعيد جدا معرفتك سعيد جدا بشوفتك تسلم والله كنت حلمي اني اشوفك بالطبيعة ايش حلمي اني كنت اشوفه سبحان الله ربي يحقق الاحلام غير الاحوال يا اخي كذب ملايين الناس يتمنوا مقابلة اخوك لا يا الرح والله 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 وانت من الناس المحظوظين ترى والله انا بس والله. يعني يوتيوبر عادي يعني ما تفكر لا يعني ما شاء الله انت الفخر كذا شربنا القهوة ونقول بسم الله ونبدأ الفيديو هذا بسم الله نبدأ سعادة جديدة ان شاء الله بسم الله. الله. الله كيف كنت مع قاسم مع ابن حتوتة ابن حتوتة والله احلى رحلة كان احلى رحلة صح اي والله يلا بس قال لي امشي نورستان وباميان لانه مع الاشغال ما قدرت اروح والله الصراحه أه. انا طلعت لي ظروف يا اخوان ظروف خاصه جدا فما قدرت اقعد دقيقه واحده كمان في كابل ان شاء الله بن حتوته راح من مبسوط من هنا ما ندلع اللي جايين نودع اللي رايحين يا الله فصيح اللسان ما شاء الله يلا اخوان الحمد لله الحين وصلنا سوق المجاهدين بازار المجاهدين يعني سوق المجاهدين يا اخوان اول مره يا اخوان انا في سوق المجاهدين في كابل تخيل يعني المفروض انا اول واحد اجي بس ما جيت بس الان صارت الفرصه اني اجي مع مين مع اخويا جهاد كل شيء هنا نظام يا اخوان للحكومه يعني اي شيء هنا تشوفه ما ياخذوه اشخاص زيكم لا ياخذوه للناس اللي شغالين في الحكومه سواء في القطاع الخاص او العام اخويا جهاد معقوله ما في اسواق زي كذا في العالم ممكن في بس افغانستان وباكستان ايوه صح تعرف انه في سوق الاسلحه كمان عندنا؟ والله بوديك علي علامه صفراء علي علامه صفراء في اليوتيوب في اليوتيوب الله يعيننا يا اخوان في هذا المكان يصلحوا الاسلحه الخربانه، يعني عندك سلاح كلاشنكوف او مسدس او اي شيء خربان تجي هنا يصلحوا لك. المهم يا اخوان كده خلصنا من سوق المجاهدين دحين طالعين، نروح المكان الثاني. يا اخوان احنا وصلنا الان في وسط السوق. اكثر مكان فيه له ازدحام في خليني اقول لكم في افغانستان والله اذا قلت في افغانستان ما اكون كذاب زي ما تشوفوا حبايبي المتابعين في وسط الزحمه الله المستعان السلام السلام عليكم يا اخي حقين الاماره هذا سوق الجوالات هنا جوالات مستعمله كل الجوالات اللي هنا مستعمله في وسط الزحمة يا اخوان اكبر سوق شعبي واكثر مكان عشوائيات في كل افغانستان كل اللي يخطر في بالك موجود هنا
دايما موجود سيتوا كلف شيء. هاجي بس خلص شكرا. الآن إحنا دخلنا في سوق العصافير والطيور، أكثر مكان ممكن تستغرب في هذا الشيء في هذا السوق، شيء عجيب. دحين شوفوا يا إخوان هذا اللحم المجفف، يا إخوان هذولا كلها لحوم مجففة، تخيلوا لحم مجفف. أيام زمان أهالينا وأجدادنا كانوا يأكلوا هذا اللحم لأن ما كان عندهم الكهرباء والثلاجات، فكانوا يأكلوا من هذا اللحم سبحان الله. وهذا اللحم أغلى من اللحم الني، تخيلوا. ايش هذا السوق يا اخوي عناد؟ سوق الطيور. اغرب سوق والله هذا. هذا سوق الطيور وسوق الاسلحة. كل شيء ها؟ شوف العجائب والغرائب هنا، شوف الحمامة. سبحان الله. السلام عليكم. أغرب سوق أبو العشوائيات يا إخوان. بوف، إذا ما تركز بوف تروح تسقع في الحمام، وإذا ما تركز بوف تروح تسقع في الأرنب. عجيب يا إخوان، كل شيء موجود سبحان الله. سوق من أغرب الأسواق، وهذا المكان أنا ما قد صورت لكم. هذا المكان أفغانستان. هذا المكان أفغانستان. ما أخذ من أفغانستان أفغانستان. تشكر. أخي الشعب، الشعب رغم كل المعاناة هذه في السنوات الماضية، بس الشعب مبسوط الحمد لله، والواحد يزرع السعادة هو نفسه بنفسه. الشارع حق السوق ضيق جدا، يا دوب ثلاثة أشخاص كذا يلصقوا في بعض ويمشوا. شوف حمام. اليوم ماسك الكاميرا وأعطيكم جولة. صح يا عناب إنه هذا السوق هو أكثر سوق عشوائيات في أفغانستان؟ هذا أي شيء يختار في بالك، اي شيء يجي في بالك يجي في بالك تحصل هنا. صح، بس هو يعني اول واخر سوق في افغانستان. صح، هذا مكان كبير جدا، كبير جدا، 34 ولايه في افغانستان، كلهم حييجوا يشتروا من هنا. يشتروا من هنا، هنا يشتروا من هنا. أيوة. ويرسلوا. صح، اكثر سوق عشوائيات يا اخوان، زحمه الناس والله، حتى في الليل زي كذا لين العشاء. بعد العشاء خلاص توقف. بعد العشاء خلاص. ولين بعد لين اذان المغرب. بعد المغرب خلاص يبدا ايش الناس بيوتهم بعيد يقفلوا بدري. ايوه يقعد يجمع يجمعوا اللي بيوتهم قريب هيقعدوا. ضيعتوا ها؟ ليه تضيع هنا اخوي جهاد؟ الواحد ضيع هنا معليش. الجمعه ايوه وقفه العرفه. ايوه في رمضان تيجي هنا زي وقفه العرفه. اوف 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 والله ما تقدر تمشي من هنا نهائيا، مشي برجولك ما تقدر. يعني تيجي تقضي مقاضي العيد، مقاضي العيد تاخذ لك ساعتين ثلاث ساعات. صح، اي شيء يخطر في بالك موجود هنا. الحين احنا دخلنا قسم الكهرباء، ادوات الكهرباء وكذا. ميكس يا اخوان، كلش ميكس والله. اذا ما تعرف المكان ضيع. شوف المحلات اللي فوق. اوف شوف المحلات اللي فوق، كريزي والله. كذا رسميا دخلنا سوق الاسلحه. سوق خياطين هنا، مكاين الخياطة. ايوه هنا في البداية خياطين، بعدين قدام في سوق الاسلحة مجمع ذا مكاين الخياطة. شوف أيوه. كم دور؟ دور دورين ثلاثة اربع ادوار كلهم خياطين. كلهم خياطين، مكاين خياطة. خياطين واسلحة، طبعا مو اسلحة قوية لا، بندقيات يا اخوان. هذه سوق الاسلحة. هذا السلاح اخوي جهاد وعمره 69 سنة، هذا من حرب الاتحاد السوفيتي في أفغانستان، وهذا السلاح حتى الآن يباع في الأسواق.
هذا شوكين بيكار يا اخوان هذول على طول عزمونا الله يجزاهم خير يا اخي الكرم في افغانستان لا احكي ولا اقول والله لا ده يوتيوبر اخويا جهاد كيف هذا قوي قوي بس ايش اسمه شوغر سوق سولت شوغر سولت شوغر اسمه ايه ما ادري انت قاعد تقول انت حكيت شكرا هذا يصنع من قصب السكر يا اخوان يقول لك هذا وكيل المسؤول اللي في محلات الاسلحه هنا هو سمح لك تصور يقول لك كل محلات الاسلحه شكرا تشكرات تشكر ميجا هذه الاسلحه يا اخوان كلها بندقيات للصيد وكذا لصيد العصافير والطيور والناس اللي يحبوا الصيد بشكل عام في افغانستان فهمتوا كيف بس المعلوميه انا الفيديو اللي صورته عن الاسلحه اللي كانت في فيديو خاص لي في قناتي شوفوا يطلع فوق عندكم هذا الفيديو كمان نفس الشيء انا شرحت هذا الموضوع وايضا الان للتذكير الله الله خلاص سايش دوجي كوكو بارديري باش حبسنا خلاص انحبسنا يلا شكرا تشكرك ده وصل نريك تشكر خدافس And everybody is good for the government and for the people. زين ذا كوم ان شاء الله. هلا والله بحبايب المتابعين، قاعدين نصور اخر شيء، خلاص صورة الفيديو ان شاء الله. واخونا جهاد رايح نحزن عليه كثير، ولكن كانت ايام حلوة والحمد لله انه صورنا اشياء مرة جميلة وحلوة. كل شيء موجود في قناة أخونا جياد شو هيك بيبي؟ قرصك شو مويك؟ أنت أو أنت خليك شوي في النص كده تعال شوف لا اسمع جرب الكاميرا هاي خلاص احنا أخذنا أشياء حلوة أخوان خلف الكواليس إنهم رجال والنعم فيك كمان أنت كمان رجل والله يلا One, two, three. هنا كمان. أوقف هنا لا مع الجبل الخلفي. أوكي أوكي. دقيقة شوي خلنا نضبط ال نضبط الشغلة بس. هاي الفوكس عشان يطلع علينا كلنا. نحطها هيك. أوكي. انت اوقف هنا قورجان شمو انجو شمو انت قرب شوي كده اخوي جاد بس عشان تكون في النص ايشاك قوري ده ما سيكون فيرتيكال اخوي جاد انت تعال شوي كده شمو سيريس يلا سيريس 1 2 3 ها حلو هو احد طالع هناك والثاني فوق والثالث ظبطه يعني شوف طيب نصور فيديو معهم طيب ممكن تشوف يا اخي انا اثق في شغلك يا اخي شوف جبار انت جبار يا اخي سالتك بالله والله ما انا جربتك اخر كم من يوم يعني فنان حبيبي والله تعلم منك اخوي جياد حبايب المتابعين زي ما تشوفوا اللي تهاوى بين عشيه فايش هي حكايه افغانستان حركه طالبان 1996 اخذوا الحكم طالبان زنداباد ما شاء الله نصر قريب ان شاء الله فلسطين بسم الله تمام سافا انت كنت تصور صح ايوه لطفيته تقفلته خلاص انت قفلته بنفسك ايوه لا هو تقفل تخيل ما صورت والله حاسس انك ما صورت اقسم بالله لو واحد عنده مثلا برنامج او مقابله او شيء زي كذا وكلام قاعد يتكلم يرضيك ولو المصور ما يصور يا ليت لو تنشق الارض ويدخل ولا يشوف هذا الشيء هذا المنظر لا حلو حلو كثير بس شوي اوفر اكسبوز بس فاين يا اخوان اليوم اخونا جياد بيودعنا اقسم بالله اني حزين رب الكعبه قلت له اقعد امشي معي البيت ما يبغى بجيكم على الربيع ان شاء الله يا رب جرب تنورنا الربيع. والله العظيم نتشرف فيك افغانستان حلوه في الربيع ان شاء الله بس انبسط معانا بس يعني افغانستان حلوه باهلها الله اكبر والله كيف بس تخيل انه هذول الجماعه كيف كلمناهم على طول يعني ما قالوا لا صح يعرفوا معنا على الجبل ويساعدونا مجرد ما شافوا الربطه هذه قالوا
هذا استشهادي. استشهادي. حط لهم النشودة الاستشهادية. احط لهم؟ واحنا راجعين. في نشودة لهم. حقين الإمارة الإسلامية يا اخوان فيهم تواضع، والله العظيم مجرد ما تيجي تقول لهم والله انا عندي تصوير، تفضل تفضل يقول لك، بس اهم شيء معك تصريح، معك تصريح امورك كذا في السمبتي. وعلى هنا يا اخوان وصلنا نهاية الفيديو، اخوي جهاد نورتنا، والله ما نبغاك تروح. بس انت ما ادري ايش ليش. شكرا على حسن الضيافة وشكرا ما قصرت ابدا، كل واحد عملنا معاه مقابل اليوم، كل شخص صورناه، كل منطقة الاكسس من عنده. شكرا. اخوي جهاد لا تحرجني والله، انا قلت لك لا تقول لي هذا الكلام لانك انت اخويا، وانا يعني ما سويت الا الواجب، وممكن ما سويت شيء والله. متى راح تصير تسافر حول الدول العربيه؟ صور لنا. الله يرزقني بجواز اقدر اسافر. راح يغير قناته اصلا اسم ابراهيم افغانستان، راح اسميه ايش؟ ابراهيم ترافلز. ترافل. ابغى تشتركوا بالقناه، لايك. لايك يا اخوان. كم لايك اخوي جهاد؟ اعطينا بس كذا. 7450 هذا تاريخ ال هيستوري. هيستوري نفع اكثر. 750,000 يا الله والله. لا 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 100,000 لايك ممكن. ممكن ان شاء الله اخوان. ونورتني اخوي جهاد حبيبي والله. شكرا. يلا, يلا نشوفك على خير على المطار. نشوفك على خير. يلا, 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 يلا اخوان اعطونا لايك وسبسكرايب وصلوا على الحبيب في امان الله. لا احد يقول لي ليش ما وديت جهاد بيتك، ما راح اخوان ما راح، والله اني مجهز له ذبيحه كامله، والوالد اتصل عليه بس ما وافق. المهم لايك وسبسكرايب مع السلامه.